الحمد لله. الخمر أم الخبائث، ونحن نعلم أن هؤلاء لا يرونها كذلك، وإن كان حتى في النصرانية، لكن المقصود من ذلك أن المؤمن يعلم أن دينه هو جل وكل ما يملك، فإن كان ولا بد من الصحبة معهم مما يقتضيه ظروف العمل كالزمالة فيه، فلا يكون وقت أن يحتسوا أو يشربوا الخمر، أي أن وقت مقارعتهم للخمر وشربهم لها في مجالسهم وفواصلهم التي في العمل لا يجوز له ولا ينبغي أن يكون معهم البتة. هذا مما يحفظ الله عز وجل به على العبد دينه، لكن إن دنا منهم مقرب والحال تلك يخشى عليه، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليه دينه.